يا ترى أنت شايف حالك أحسن من كل الناس ولا أنا بيتهيأ لي هيك شيء؟ ليش شو شفتي مني لحتى تسأليني هيك سؤال؟ أنت بعظمة لسانك قلت لي إنه لما رفيق كونراتي بنقطعت رجله قمت أنت بذاتك وعملت له لمة، صح الحكي ولا مو صح؟ صح. يا ترى أنت يوما كان قصدك تزله لرفيقك ولا تعبر له عن حبك إله ورغبتك بمساعدته؟ فيك تفهمني كيف تقبل تساعد واحد من رفقاتك؟ ما بتقبل إنه واحد من رفقاتك يعمل لك نفس الشيء وبنفس الظروف؟ صحيح في بهالحياة ناس بشعين، بس لازم تعرف يا مفيد إنه أغلبية الناس كويسين، والناس الكويسين لبعضهم. أنا متأكدة بهداك اليوم اللي عملت فيه اللمة لرفيقك إنه كان قصدك تساعده ومو تزله، وهيك كان قصد الدفش. أنا شفته بعيوني لما طالعك على ظهره من المستشفى، كانت دموعها متشر من عيونه شر. بس أنت لأنه طبعك قاسي بتفكر إنه كل الناس قاسيين. معك حق، أنا عملت هيك شغلة بس ما كنت متصور إنه قاسي لهالدرجة. معك حق، الحياة نفسها صايرة قاسية بشكل ما بينطق. أحيانا مغمض عيوني بظن إنه القصة كلياتها مجرد كابوس، بس لما بفيق بكبس الكابوس على قلبي أكتر وأكتر. أنا اليوم خطر على بالي فكرة مجنونة، اليوم خطر ببالي إني ما خليك تروحي على الشغل، ابقى أنا وياكي لحالنا لحتى نموت. بس فجأة قلت لحالي فيق لروحك يا مجنون، انت نصك مات، ليش لتموت لبيبة معك مع نصك التاني؟ بعرف اني قاسي واناني بس ما عاد فيي اقدر اتحمل. انا قابلتك معي لما كنت بصحتي، ورح اقابلك معي وانا مريض، ما عاد فيي اتحمل. طيبتك عم تتبعني، لطفك عم يرعبني ويعذبني. بترجاكي يا لبيبة اتركيني، اتركيني. بترجاكي تهربي وتتركيني، اتركيني. انتي مثلهم، ايه مثلهم، هني بدون يتصدقوا علي بالمصاري وانتي عم تتصدقي علي بعواطفك. بدي صدق. معقول ورا كل هالرجولية وعزة النفس تخبي واحد خويف؟ أنا مفيد الوحش، ما بينقل لي خويف. صحيح أنت ما كنت تخاف من الناس، بس هالمرض مو بس خوفك، رعبك وعمالك قلبك، صرت تشك بكل شي حواليك، حتى بعواطفي لك وحتى بحبي لك. أنا مفيد الوحش، أنا ما بخاف، بس أنت عم تتصدقي علي بعواطفي، عم تشاهديني إياه، الشي عم يعذبني. معناها أنت ما بتحبني مثل ما بحب. ليش أنا بقي فيه شي ينحب؟ ما جسمي مات نصه، النص التاني، النص التاني هو أنت. أنت أغلى مخلوق عندي بالدنيا. أنا شخص محكوم بالموت، ليش بدك يعني عزبك وموتك معي؟
انت ما رح تموت، ما رح تموت، وانا ما رح اموت، نحن اثنين رح نعيش سوا. كم يوم أطاوله ساقه الثاني. مسكين هالمفيد، طول عمره حياته معركسة، ما بيطلع من مشكل إلا لحتى يوقع بمشكل تاني. حياة ظالم، البني آدم ما بيعرف شو اللي مخباله. الشغل. إذا احتجت شي ده على الجيران خليك عاقل بغيابي. لازم تشوف غياب الشمس. بتعرف يا عبدوش، ما بقي من مفيد ايام زمان الا العاده. لما كنت صغير كان احب شيء لنفسي اني اقعد على شيء صخره واتفرج على طلوع الشمس. وياما تاخرت على المدرسه واكلت قتل لاني كنت ضل قاعد وانسى حالي. بس بأرواد ما كنا نحسن نشوف طلوع الشمس، مشان هيك كنت طول النهار اتعمشى على شباك القاووش واتفرج على غيابي. بس فيك تفهمني شو بتلاقي بالمنظر؟ توعدني اذا قلت لك انك تسمعني منيح وما تضحك. طمان. المنظر بيبهرني، بيرجعني لايام الطفوله. ليش عم تضحك؟ سلامتك انت اخ من سلامتي يا ابو البر.
الموت أهون منا ألف مرة. الله يكون عونك. من يوم ما لطعت هون وأنا عم فكر فيك وفكر بالحكي اللي كنت تقلي إياه. يا لطيف قديش بتمنى يرجع الزمان لأسمع كلامك وساوي اللي بدك إياه. يلا هذا الشيء كله ما عاد مهم. المهم إنه أنت ما خنت زمايلك بالشغل. إيه أنت كنت مستعجل وقتلت لحالك. هي غلطتي كبيرة. إيه بس أنت برهنت إنك فعلا رجل شجاع بعدين ما خنت زملائك بالشغل. عم تواسيني ما؟ أنا ما بستاهل الحكي كله. لا يا سيدي بتستاهل ونص. لك لا تكون مصيبة نسيتك كل شيء. يا ريت يا أبو البر يا ريت. لو المصيبة نستني كل شيء كانت على قليلي راحت الحسرة من القلب. صدقني يا مفيد ما في قلب بهالدنيا إلا وحسرته فيه. إلا قلبك أنت. أنت أكيد ما بتتحسر على شيء لأني من يوم ما عرفتك وأنت ماشي دغري. وإذا ماشي دغري ليش اللي بيمشي دغري ما بيتحسر؟ ما بيدفع الثمن؟ صدقني ما في إنسان بهالدنيا إلا بيدفع ثمن أفعاله. بس أنت نفعت الناس لكن أنا شو؟ كل واحد منا حاول ينفع الناس بطريقته. أنا طول عمري مأذي. أنا وصغير كنت شقوي من الشقوات. بتعرف ليش سموني مفيد الوحش؟ كان عندي سكين من 5 طقات قطعت فيها دنب حمار جارنا عبود. من يومها صاروا يقولوا مفيد الوحش اللي قطع دنب الجحش. بتعرف يا أبو البر حاسس بهالأيام إنه في ولد شقي متسلط علي معه سكين ام 5 طقات مثل سكينتي بس بدال ما يقطع لي دنبي قطع لي رجلي. شايف شايف يا ابو البر شو عمل في الزمان؟ شايف الزمان خوان والبني ادم ما بيعرف شو مخباله. هي آخر كلمة أهل الدفش الله يرحمه. عم تحكي عنه كأنه مات. امبارح كنا قاعدين سوا بقهوة المينا حكالي عنك بعدين ما حسيت إلا فجأة قطعك عمره كأنه ضوء انطفى. لا ما على الظلم واحد معلول مثل حكايتي يعيش واحد بعافيته مثل الدفش يموت. اي هي حال الدنيا ما بتعرف الشاعر شو بيقول. وكم من سليم مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. سيدي المهم الله يرحمه والزعل بأمره ما رجع ميت. تشرب قهوة معي ولا اعمل لحالي؟ مفيد هلا زوجتك بالشغل ما هيك؟ وانت بتفضل مقطوع هون لحتى ترجع؟ طيب اذا بدك تروح تقضي غرض شو بتعمل؟ بزحف زحف. إيه لا هذا مو وضع طبيعي انه هي منيحه. منيحه لشو؟ هلا بتعرف لشو؟ اعطيني كل شيء معك مصاري. مشان شو المصاري؟ لك اخي هلا بتعرف بالخزانه. ماشي انت خليك هون لا تحرك انا ما بطول هلا بجي. شيء حلو شايفني مكرسه بتقلي ما اتحرك. Thank you.
صح النوم. صحي بدنك، هالدواء صاير عم ينعسني. بعدين كأني شفت برهوم بالمنام. طيب مين اللي فاتح الباب؟ وين الطاولة؟ وشو صاير هون؟ مين كان عندك؟ معناتها مو منام، برهوم كان عندي، طلع من الحبس. الحمد لله على سلامته. بس البني آدم لازم يفكر. انت مين؟ الله بعتك من الحبس. الله يقدرني على مكافاتك. الله يخليك يا ابو حميد. اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. الحمد لله ما كلفوا كثير. بس حسير مين شفت لك بسوق الحدادين؟ مين؟ اخوك ابو العبد ما غيره. الله، مو على اساس هاجر على البرازيل من سنين؟ ايه بس ما عجبته العيشه هنيك، قام رجع من شي سنه تقريبا وهلا عم يشتغل ونيش بالمينا. يا ريت جبته معك. ترى اخوك ابو العبد شرواك بالخير، رجال طيب، حطه على الجرح بيطيب. الله يخليك يا مفيد. ليك انا اعطيته العنوان بس عنده كم شغله صغيره بده يساويهم وما بتشوفه الا اجا. فكيت اسري، الله يفك اسرك ويشد ازرك وييسر امرك يا رب. بصراحه يا اخ برهوم، انا بدي اشكي لك على صاحبك لانه ما عم ينفذ تعليمات الطبيب وحاطط عيونه بهالحيط ونازل بحلقه، فبلكي بتحاكي لي يا سامي بالرحمن ويحط عقله براسه. شوف يا مفيد، انا بعرف انه انت رجل شجاع، والرجال الشجاع بيقدر يحل اي مشكله بتعترضه بشرط واحد، انه ما يتنح. لانه البني ادم لما بيتنح ما بتعود شجاعته تنفعه وبيصير هو بحد ذاته مشكله. انا بعرف انه مهما تعاطفوا معك الناس ما حدا رح يوجعوا نفس وجعك، بس انت لازم تعرف انه وضعك مو سهل ابدا، لانه ما في شيء اصعب بالدنيا من انه يفوت عدوك لجوات جسمك ويتخبى فيه، بس هون بتبين الشجاعه من الفشوره. هلا لنفترض انه انت قاعد جوات قلعه عم تدافع عنها، قام عدوك قدر يتسلل من شي سور من الاسوار ويفوت لجوات القلعه، بتستسلم له؟ فشر. وهي هي حالتك على المزبوط. انت لازم تعرف انه مرضك خطير جدا جدا وابن كلب كمان، بس انت اذا تحديته وواجهته بشجاعه في قدامك حل من اثنين، يا اما بتنتصر عليه وبتسحقه يا اما بتموت وكرامتك محفوظه. اما اذا استسلمت له فما في قدامك الا انك تموت وانت ذليل، وانا بعرفك رجل شجاع، ومثل ما رفضت تعطي راسك للمعلم البطحيش ولختيار المينا رح ترفض تعطي راسك قدام السكري، خصوصا انه عندك زوجة بترفع الراس وعندك رفقاتك دائما من حواليك. بعدين الحياة لساتها بأولها، شبنا. بدي اطلب منك شغلة. من عيوني التنتين ابو البر، هالبيت مضيق لي خلقي، بلكي بتقنع لبيبة ننتقل على بيت الفاروسي. طمن يا سيدي، انا عم دور على بيت صغير على شط البحر حتى ما يضيق خلقك وتشوف البحر بوشك دايم الدوم.
هلا معقول نسكن ببيت الرجال وهو مسافر؟ بلكي رجع بكره. هلا لو الرجال ما بده يانا نسكن ببيته كان اعطانا المفتاح. اخي اذا حضر الطعام بطل الكلام وانا مسلهب من الجوع. تفضلوا. شو بيحبك هالمفيد؟ هي اول مره بيضحك فيها من قلبه من وقت ما طلع من الحبس. لك هذا برهوم الساحر، حطيه على الجرح بيطيب. يلا تفضلوا، ما راح اقول لكم شيء. يلا تفضل. أجل التسليم للساعة 6. والله كان قلبي حاسسني. مو غلط. بتعرف يا معلم؟ امبارح شفتك بمنامي. اللهم اجعله خير. بس شو شوفي بترعب. شلون شفتني؟ شفتك مولع نار اللهم عافينا واصل للسما لفوق. وناصف فوقها شيش من هذا اللي بيشوا فيه الخواريف. ايه. بس بدل الخروف مخوزق بني آدم، والبني آدم غشان لله من الضحك. بس احذر مين بيشبه هذا البني آدم. مين بيشبه؟ مفيد الوحش الخالق الناطي. لك من حقه، هذا شو صار بقصته؟ اختفى كأن الأرض شقت وبلعته. وينه؟ انت عرفني وين أراضيه؟ ايه. ولك علي مو بس شوي وطعميك من لحمه كمان. اخ مو غلط. هون بيت مفيد المغضوب يا اختي. لا يا اخي غلطان بالنمره، هون بيت مفيد الوحش. اهلا وسهلا. تفضل حضرتك ابو العبد ما هيك؟ ما غيره. تفضل يا اهلا وسهلا. اهلين ابو الوحوش. اهلين ابو العبد. اهلين ابو العبد. الحمد لله على السلامه. اهلين اهلين. عود اخي عود. اهلين لك والله الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بس انو سلامه يا ابو العبد، انو سلامه. لك وينك انت لهلا يا شيخ؟ روحت عليك نقف الدين ملوخيه بتمزع العقل. طلعتكم؟ لا لا اختي، بيت عامر ان شاء الله. انت بتعرف انه انا ما فيني اتاخر على بطني لهالوقت. بيزعل مني وانا ما فيني على زعله بنوم. كتر خير الله اللي رجعت تضحك. كيف بدك ياني ما اضحك وانا عندي اغلى واعز اثنين شفتهم بالمينا، برهوم وابو العبد. رحت ابرق الشاي. ايه ابو العبد، شو اخبار الفاروسي؟ يا سيدي الفاروسي اخذ البحر، ما بظن انه يرجع حياة البر بنوم. ليش سمعت عنه شيء جديد؟ سمعت انه طلع على باخره برتقاليه وصار مساعد قبطان. الله ييسر له. هلا ابو عبد الله له وحشه يا جماعه، تعرف كل يوم بيخطر على بالي. مثل ما لك شايف هالبيت ضيق وانا ما عم بقدر اتحرك فيه، ومعنا مفتاح بيت الفاروسي، لكن لبيبة الله يصلحها ما عم ترضى. طيب بعد شوي قلت لك اني عم دور على بيت صغير على شط البحر. ليش بيت الفاروسي؟ شو عيبه؟ يا اخي بيت الفاروسي ما بينعام، بس الرجال عطانا مفتاح بيته حتى ندير بالنا عليه، فما معقول نروح نسكنه لانه ممكن يرجع باي وقت. يا ستي الفاروسي اول شيء مستبعد كثير انه يرجع، ثاني شيء اذا رجع اهلا وسهلا فيه، بروح على بيت اهله اللي ما في حدا الا امه الختياره، وثالث شيء لو كان الفاروسي ما بده اياكم تسكنوا بالبيت ما كان عطاكم المفتاح من اصله. يسلم هالتم، هذا هو الحكي التمام. اخي مفيد بيت الفاروسي بده شويه تصليحات وشويه ترتيبات، ان شاء الله من بكره انا واخي ابو العبد ننزل منجهزه. وانا من بكره رح انزل على السرايا ودبر لك رخصه الدخان. بس الدفش الله يرحمه نزل على السرايا وما خلى بابه ما دقه. يا ستي مع هيك رح انزل بكره وجرب، انا الي ابن عم حلس ملس مثل صوت الكلب بس بيطلع بايده كل شيء. وإن شاء الله خلال شهر بكتير مشكلتكم بتكون محلولة نهائيا إن شاء الله.
الزمن يا مفيد عم يمضي بسرعة وعم ياخد أعمارنا معه. أنا طول عمري كنت أتمنى أصير بحار، بس كنت أجل القصة. أنا فزعان فزعان أصير لي شي شغلة مثلك قبل ما أعمل الشي اللي متمناه. فقلت لحالي لحق حالك يا ولد قبل ما تروح عليك. ممكن عم تقول لحالك شو في داعي لهالحكي؟ صحيح أنا بالبداية كنت خشم معك شوي، بس لازم تعرف إني حبيتك محبة خالصة لوجه الله، لأنك رجال شجاع. أنا بذكر لما جيت لعندي أول مرة عبيتي إنه عجبك كثير، صح؟ وبما إنه أنا مسافر رح أترك لك المفتاح مع حرمتك، ما حدا بيعرف، ممكن تعتازوا شي يوم. شايفة يا الطليل بشرفي بترد الروح. تركيني برا الله يخليك. يا عيب الشو من رفقاتك، تصور ما تاركين لي شي اعمله حتى الكناسة. شو هالناس الصراف هدول؟ خالي ابراهيم الشنكال الله يرحمه كان يقول الجنة بلا ناس ما بتنداس. يا سيدي هدول رفقاتك من خيرة الناس، يشهد الله انهم بينحطوا على الراس. الله يسامحكم، بصراحة احرجتوني كثير، ما تاركين لي شيء اعمله. يا ستي لا تنحرجي ولا يهمك، هي تركنا لك المطبخ كلياته، فوتي زبطيه على كيفك. انا سبقت ابو العبد والغراض مشان احكي كلمتين مع اخي ابو الوحوش. دخيل عيني. بدلت حياتي وروحي، انت ملاك نازل من السماء. ملاك دفعه واحده على مهلك عليه شوي يا اخي. وحياتك يا برهوم ما عم بمزح، انا عم بحكي جد. صدقني انا بني ادم مثلي مثلك، واكبر دليل على هالشي انه ايدي وسخين. شوف بجوز يكونوا ايديك وسخين، بس قلبك نظيف، قلب ملاك. ما حدا بيعرف بالقلوب الا اللي باريها، ولو بتعرف عيوبي ما كنت حكيت عني هيك حكي. انت ما فيك ولا عيب. لك انت متوهم، انا ابن هالمجتمع وهالمجتمع كله عيوب، بس مثل ما بيقول المثل العين اللي بتحب عمياء. انت انسان ما في منك. انا عم احاول اكون انسان. وفوق هالشي انت حكيم، انت بتعرف كيف تداوي جروح الروح. الروح؟ الروح بتداويها الكلمة الطيبة والحنية. يا ترى انت دائما بتساعد الناس هيك؟ انا لما بلاقي واحد محتاج بساعده. طيب لو ما كنت ملاك ليش لتتعب حالك كل هالتعب؟ عشان ترتاح نفسيتي. صدقني مفيد، لما بلاقي واحد محتاج وبساعده
نفسيتي بترتاح. لا تكون حكيم نفساني وملك دريان. يا سيدي أنا ماري حكيم نفساني، أنا ما معي غير سرتفيكا، بعدين من ناحية الطب وحياتك طلطميس. تعرف فرهوم، كان في معنى بالسجن واحد حكيم نفساني بيعرف بشو عم تفكر من أول ما بيطلع فيك. هو قال لك هيك شيء؟ لا أنا لاحظت عليه، كان اسمه الله يذكره بالخير الأستاذ ماهر. يا أخي المثل بيقول اللي بيفهم بيريح، والأستاذ ماهر كان يفهم الشغلة على الطاير. وكمان كان معنا واحد شرواك بالخير هيك أبضاي وزقرت اسمه عبد الجليل، بينحط على الجرح بطيب، كان آدمي ويفهمني كتير، وبفضله أنا تعلمت القراية والكتابة. إيش أنت ما تعلمت القراية والكتابة بالمدرسة؟ لا بالمدرسة ما تعلمت غير الشيطاني. كان في عنا أستاذ الله يسامحه ويسر له ما فهمني منوب، وضل حاطط حطاطي لحتى كرهني بالدراسة وبالقراية كمان. مشان هيك طلعت شقي. أنا ما بنكر أني كنت شقي، بس الأستاذ ماهر قدر يفهمني، قدر يفهمني مع أني قلت له أني شقي وحرامي كمان. معك حق، فهم الناس للبني آدم بحل نص المشكلة. لما ذكرت التناحة حسيت كأنك كشفني. أنا فعلاً طول عمري كنت تنح وما قدرت أفهم الناس وعاملهم مثلك. كل واحد له طريقته بهالحياة، وأنا طريقتي غلط من أساسها لرأسها. أنا ما بوافقك على هالشي، أنت كانت ظروفك صعبة كتير، بعدين أنت لو كان عندك ظروف مختلفة كنت فعلاً تصرفت بطريقة مختلفة. مو صحيح، أنا ظروفي تغيرت مرات ومرات وبقيت طريقتي هي هي. لك يا أخي أنت ليش قاسي على حالك هيك؟ أنا بعرفك بمرات كتيرة فضلت الباقيين على نفسك، وهذا شيء كتير كويس. يا مفيد أنت لازم تتذكر الشغلات الكويسة اللي عملتها بحياتك لحتى تكون مرتاح. ودخلك شو هالشغلات هاي؟ في عندك شغلات كتيرة كويسة، بعدين لازم تعرف أنه الإنسان مهما كان قلبه أسود بيضل فيه بصبوص ضوء. وين بصبوص الضوء اللي بقلب المجرم؟ انت قل لي ليش قتل، انا بقول لك وين بصبوص الضوء اللي بقلبه. المجرم ما في جواته غير العتم. لا تتسرع باحكامك، مو كل اللي بالسجن مجرمين ولا كل اللي برا شرفة. كل انسان عنده دافع، ولما بتعرف انت شو هو الدافع اللي عنده بتعرف مين هو. هلا ليش الفزلكه؟ اجا وقت الشغل. يا أخي مفيد، هاي دكانتك صارت جاهزة، بكرة بترتب فيها البضاعة على كيفك وعلى ذوقك وبتبلش بتبيع وبتشتري. ما كان في داعي تتعب حالك، لأني مو وش بيع وشري. لا يا زلمة بكرة بتتعود، بعدين أخي تكسب لقمتك من عرق جبينك، مو أحسن ما تكسب من نية العالم؟ بشرفي هذا هو الصح، وبكرة غير رخصة الدخان رح وصي الشباب يجيبوا له كل شي بألفطوه من المينا، خصوصاً إنه مطرح البيت منيح كتير، لأنه في كتير ناس هون بيجوا بيتمشوا بيشموا هواء. ليش لا؟ لا تأخذونا يا جماعة، تعبناكم معنا. لك أنو تعب، بعدين بكرة واحدنا بيحط راسه وبيرتاح راحة أبدية. يوه، بعيد الشر عنك وعن شبابك. الشر ما هو بعيد عن حدا فينا، الشر فينا وحوالينا، أي شغلة. والشغلة الثانية، أشهد أن الموت حق
دي حاجتك فزك ايه؟ وخلينا نتهنى بهاللقمه. حاكم بطني زعل مني ها؟ ايه معه حق ابو العبد، بلا ما نزعل بطنه منه. ايه عمي برهوم، ما قلت لي شو رايك بهالبكباشي؟ والله شايف لك يا حابب يعمل شيء. بعدين من خطاباته مبين انه ابضاي واخو اخته. ايمونا من هالسيره، حاكم الحكي بالسياسه بيمغصني وبيزعل بطني مني. يا سيدي ابو العبد معه حق. حاضر، بطلنا نحكي بالسياسه مشان ما تنمغص. ايه خيي برهوم، انت شو قررت مشان الشغل؟ رح تبقى بالمينا ولا رح تسافر على البلد؟ والله يا مفيد، لو كان مرجوح الشغله الي ما بترك المينا ابدا، خصوصا انت بتعرفني انا ما بحب الزراعه من صغري. بس اخي اللي كان عم يشتغل هنيك تعبان ومطروح بالفرشه، وارضنا عم تبور، واللي صاير انه ما في بالميدان غير حميدان. يعني مصر؟ ما في شي بيدي. بتعرفوا يا جماعه، انا بحياتي كلها ما اكلت اطيب من هاللقمه. انتوا رديتوني للحياه، الله يحييكم. لك ان شاء الله الف صحه يا احلى مفيد. صحتين. وانا الصراحة فعلا طلي من هون غير شكل. أنا طول عمري كنت أتمنى أصير بحار. إيه تلي هيك شي بالحبس. لمين بعتهم ولا؟ لمين بعتهم؟ أحكي يا ما بشلخك ها؟ أخذ المفيد الوحش. مفيد الوحش؟ ليك الكلب ليك ترميه بالبحر وبيطلع بتمه سمكة.